أنك وعدتني بعدم الحديث عنها. قلبي يحدثني بأنها على قيد الحياة يا عزيزي. لقد اجتاحها الإعصار، مستحيل أن تكون قد نجت. ما الأمر يا عزيزي؟ انظر، إنه يشبه كلب سالي. لقد فكرت نفس التفكير. ألا يمكن أن يكون هذا توتو؟ أنت مخطئة. توتو؟ لا يمكن. إنه توتو، إنه كلب سالي الصغير توتو، أنا متأكدة. هذا جنون. اتفقنا ألا نتحدث بالأمر. أستطيع أن أصدق عيني. لا، شاهدت أماكن عجيبة؟ نعم، وتعرضت لمخاطر كثيرة، ولكني نجوت بإعجوبة. أرجو أن تصغي إلى قصتي أيها العم، إنها حقيقية. حدثينا عن بلاد العجائب وعن الرجل الفزاع يا سالي. أنا لا أهذي. صحتك جيدة، هذا واضح، ولكن لم أشعر بالمرض ولا مرة واحدة في غيابي. تقولين إذن إنك قد عدت من مكان اسمه بلاد العجائب، أليس كذلك يا عزيزتي؟ بلى. تلك قصة غريبة، فزاعة وحطاب من الصفيح وليث جبان. أنت متأكدة مما تقولين يا سالي؟ ذلك حقيقي فعلا، توتو كان معي. لو أن الكلاب تتكلم لأخبركم أن كل ما قلته صحيح. أعرف أنها حكاية لا تعقل، ولكن يكفي يا سالي، أخبرينا الحقيقة. لا أستطيع تصديق تلك الرواية، لا أستطيع. حذاءات وحذاء عجيب، أي نوع من القصص هذا؟ ولكن هذا الحذاء ساعدني في الطريق إلى هنا. أتسمين ذلك الحذاء الذي هناك حذاء عجيبا؟ أجل، هذا هو الحذاء العجيب. عندما جئت من بلاد العجائب فقدت الفردة اليسرى في الطريق. نعم، إن كنت تملكين فردة واحدة هل تستطيعين الاستفادة منها؟ أخبريني. أحتاج كلتا الفردتين لأسير بهما. لو كانت الفردة الأخرى معي لصدقتماني. تالي، لابد أنك متعبة، استريحي ثم أكمل الرواية. حسنا يا عمتي. هذا شهي، رائحة قهوة عمتي لا تنسى أبدا أبدا. شكرا. انظري هناك. كما كان دائما. لقد أعددته لك عندما عدت للبيت. شكرا يا عمتي ويا عمي، شكرا. لم أنام في فراش دافئ. إنهما لا يصدقان روايتي، ولكن ذلك ليس غريبا. إن لم يكن المرء قد رأى بلاد العجائب والتقى بأولئك الأشخاص فسيكون من الصعب أن يصدق. فزاعة
يتكلم؟ أرجو ألا تكون سالي مريضة عقليا. لابد أنها تعرضت لصدمة شديدة. أعتقد أننا ينبغي أن نتظاهر بتصديقها في الوقت الحاضر. ما رأيك يا عزيزي؟ فعلا ربما يكون من الأفضل ألا نصدم. ترى هل ستعود إلى طبيعتها؟ لا داعي للقلق، دعيها فقط تسترح جيدا. حسنا، إنني سعيدة بعودتها فحسب. عودتها إلى هنا ثانية شيء يشبه الحلم. فعلا. هل بنيت هذا الجرن بنفسك يا عمي؟ أجل يا سالي. والبيت أيضا؟ أجل. ذلك الإعصار كان عنيفا جدا، حيث اقتلع البيت بأكمله. إنني واثقة من أن البيت القديم لا يزال في بلاد الأقزام. بلاد الأقزام؟ تلك هي المنطقة الواقعة خلف بلاد العجائز. أتقولين إن البيت القديم هناك؟ نعم بالتأكيد. هيا نلعب توتو. السير هنا يذكرني بالمكان الذي التقينا فيه بالفزاعة لأول مرة، أتذكر يا توتو؟ عندما التقينا بصديقنا الفزاعة. أنت لا تتكلم، الفزاعة في بلاد العجائب يتكلم. سالي أمنيتي أن أنال عقلا. لقد ظل يتحدث عن رغبته في الفوز بعقل. كان سعيدا جدا عندما أوهمه الزوز بعطاء الطاب والليث. الآن أرجو أن يكونوا قد عادوا إلى أوطانهم. سالي هل أنت هنا؟ عمي. هل أنت جائعة؟ لقد أحضرت لك غداء. شكرا لك. الذرة قد كبرت فعلا. الآن وقد انتهيت من العمل في بناء البيت، أحتاج للعمل في الحقول. الذرة في بلاد العجائب كانت أكبر من هذه كثيرا. ذرة في بلاد العجائب؟ بالطبع، لذلك كان الفزاعة موجودا. الفزاعة المتكلم الذي كنت تحدثين عنه. أتسمح لي بالذهاب للبحث عن حذائي؟ لو وجدت الفردة الأخرى فسوف تصدق أنت والعمة، أليس كذلك؟ سأعود قبل حلول الظلام. مرحبا يا عزيزي. مريم، ماذا هناك؟ في الحقيقة لا أعرف ما أقول، ولكني بدأت أصدق أن سالي قد ذهبت فعلا إلى هذا المكان المسمى بلاد العجائب. ماذا؟ أتصدق ما تقوله سالي؟ الحقيقة لا وجود لفزاعة يتكلم، ولا رجل من الصفيح يمشي، ولا حيزمونات، لكنها واثقة من كلامها. ذلك تهيؤات. ولكن يا مريم، إن سالي لا تبدو مجنونة عندما تتحدث عن ذلك، ولا يبدو أنها تلفق القصة عندما ترويها أيضا، شيء محير. إنها لم تكد تفيق من الصدمة، وأنت قد بدأت تصدق كل ما تقوله. أمرك أنت المحير. أنت على حق يا عزيزتي. هذا هو المكان الذي هبطت فيه تقريبا. أعتقد أنني أسقطت حذائي قبل أن أصل إلى هنا. هل هذا حذاء مميز؟
وجدت لي حذاء عاديا بكل المقاييس. إن كانت قد فقدت الفردة الأخرى فما جدوى الاحتفاظ بهذا؟ هل أنتما مستعدتان؟ نعم إنني سعيدة جدا، أفضل الذهاب على البقاء في البيت وحيدة. لا يمكننا أن نتركك في البيت وحدك وندع إعصارا آخر يحملك بعيدا. كما أننا سنذهب لنشتري لك ملابس جديدة وحاجات. حسنا انطلق. ذلك يجعلني أتذكر هبوب الإعصار وعودتنا للبحث عن سالي. ولكن الجو هادئ اليوم ولا إعصار هناك. وصلنا إلى البلدة، هل تذكر بلدتنا يا توتو؟ ما رأيك؟ ألم يتم إصلاح البلدة بشكل جيد؟ مدينة الزمرد كانت أفضل كثيرا من هذه. تقولين مدينة الزمرد؟ الناس فيها أكثر مما هنا والمباني أكبر، وكان هناك قصر كبير جدا يا عمي، ليس كرأيتها؟ فيها قصر؟ قصر كبير يسكنه السيد زوزو، والآن أصبح الفزاعة هو الحاكم هناك. الحاكم فزاعة؟ ترى متى عرفت كل تلك القصص الخيالية يا سالي؟ هي لها من مفاجأة رائعة. يكون هل أعرفه أيضا؟ قابلته في بلاد العجائب، يقوم بألعاب الخفة، لقد حدثتكما عنه سابقا، أنسيتما؟ حقا؟ كان يحكم بلاد العجائب، ولكن قبل ذهابه إلى هناك كان يقود منطادا في السيرك. ولماذا عاد إلى هنا إذا كان حاكم بلاد العجائب؟ كوني رصينة وفكري جيدا. أريد أن أتحدث إليه، لقد تركني في بلاد العجائب وهرب. إنه في الحقيقة لم يتركني، ولكن المنطاد طار به قبلي. سالي، انظري إليها يا مريم، إن هناك مكانا اسمه بلاد العجائب. الذي تقوله لا وجود له إلا في عقل سالي فقط. لن يتساءل. لا يمكنك الدخول اليوم، السيرك يبدأ غدا، كوني فتاة طيبة واذهبي، وغدا أحضري نقودك معك، هيا اذهبي. هيا هيا اذهبي. رجاء جئت فقط لأتحدث مع السيد زوزو، أريد أن أراه لحظة لو سمحت. أتقولين زوزو؟ لا يوجد لدينا شخص اسمه زوزو. نعم لقد رأيته منذ لحظة. رأيت من؟ لا يوجد شخص بهذا الاسم، أعتقد أنك متوهمة. أجل السيد زوزو. انتظر رجاء أيها السيد زوزو. زوزو؟ وماذا يعمل زوزو هذا؟ ما هو؟ أنا سالي، ألا تذكرني؟ ألا تذكر؟ كلا، التقينا في بلاد العجائب.
ماذا تفعل هنا؟ إنني فقط إنني لا تحاول خداعي، إنني أعرف أنك زوز النصاب. زوز النصاب نصاب. ادخلني وسوف نتفاهم. إنني آسف يا سالي، لم أكن أعتقد أنني سأقابلك في مكان كهذا. كنت أحسبك لا تزنين في بلاد العجائب وليس هنا. وأنا ظننت أنك عدت إلى وطنك أيها السيد زوزو. المناطيد تذهب إلى حيث تحملها الرياح، لذلك لم أستطع الوصول إلى بلدتي وانتهى بالمطاف إلى هنا. إذن لو كنت ركبت المنطاد معك لوصلت إلى موطني في موعد أقرب. كلا، إنني آسف، لم أقصد أن أتركك، ولكن حالما يتحرك المنطاد لا يمكن إيقافه. لم أقصد أن أتركك هناك، المهم أنك عدت إلى بيتك بسلام. كان أمرا شاقا أيها السيد زوزو، ولكن الحكيمة الطيبة جمانة ساعدتني في العودة. أجل، جمانة حكيمة رقيقة. كنت أنسى، الفزاعة أخذ مكانك كحاكم لمدينة الزمرد بعد أن عينته أنت. ذلك جيد جدا. أجل، إنني واثق من أنه سيحسن العمل. إذن فأنت تعمل في السر كما كنت أيها السيد زوزو. كفي عن مناداتي بلقب السيد زوزو رجاء، إنني مجرد منادي سيرك عادي الآن يا عزيزتي، ولست نفس الشخص الذي عرفته في بلاد العجائب. السيرك يبدأ غدا؟ نعم. هل ستحضرين لمشاهدته؟ لا أستطيع الحضور أبدا، أعيش بعيدا عن البلدة مع عمي وعمتي كما أخبرتك. ذلك مؤسف. سأخرج لأعلن عن السرك. أيها النصاب، حان وقت الذهاب. نعم، كما ترين يجب أن أنطلق الآن. وداعا يا سالي. وداعا. أود بالفعل أن أعود إلى بلاد العجائب ذات يوم، أتمنى. كان مكانا جميلا حقا. أعطيك يا عمي وعمتي، ما رأيك في رداء النوم هذا؟ أعتقد أن هذا يروق لي أكثر. اعتقدت أن هذا كان لطيفا، ولكن فلنشتري الثوب الذي يعجب سالي. نعم. لف لنا هذا رجاء، سنأخذه. يوم واحد فقط أيها الناس، لم يبقى سوى يوم واحد، وتبدأ عروض السيرك الأكثر تشريقا وضخامة. تعالوا معنا لحضور اليوم الكبير. إنهم يعلنون عن افتتاح السيرك. بقي يوم واحد ويبدأ به رجال السيرك الكبير. هيا إلى البيت، هيا. حسن. تعالوا. سالي هيا بنا. حسنا. وداعا أيها السيد زوزو. أخبرينا يا سالي، هل وجدت زوزو الذي كنت تبحثين عنه؟ أجل، كان هناك، قال إنه يود العودة إلى بلاد العجائب يا عمي. يعود إلى بلاد العجائب؟ وماذا عنك يا سالي؟ في الواقع لو كان بوسع الذهاب ثانية فلن أتردد.
فرصة أن يكون بوسع العودة إليكما يا أعزائي. لكنك لا تعرفين كيف تصلين إلى هناك. نعم، ولا أعتقد أن أحدا يعرف.